اي حد تاني بقى يتكلم في القنوات التلفزيونيه بره دول يقولوا علينا ولا بتاع، لما اخذه والله كله هيتحاسب، كله هيتحاسب، والله كله هيتحاسب. اللي بيضحك على الناس واللي بيخدع الناس واللي بيحطم امال الناس كله هيتحاسب. انا معاك يا رب كلنا نتحاسب، ونتحاسب في الدنيا، ونسأل عن جنودنا اللي اتقتلوا في سينا، وخططك الفاشلة، والمليارات اللي حطتها، وتهجير الناس وحرق بيوتهم، وإخلاء سينا علشان الصهاينة وعمل أنفاق تحت المية، ما نعرفش ليه ده ما فيش مية أصلا. هتتحاسب، لازم تتحاسب، وحي إن شاء الله وعلى عيوننا ونشوفك على المليارات اللي انت أهدرتها في عاصمة إدارية جديدة محصنة، على البلاد اللي خدتها أراضي واسعة وضمتها لمملكة الجيش المؤسسة الوطنية. إنما الأرض دي لو خدها وزارة صحة عشان تبني عليها مستشفى تحصل عليها نزاعات، ويمكن يزيلوا المستشفى. لو اتبنى عليها جامع يقول لك تعمل جامع بدون إذن القوات المسلحة الوطنية، لا. خلي بالك كلنا هنتحاسب، نعم. وأنا بتكلم دلوقتي بقول يا رب حسابنا يكون خفيف عندك، وبقول في الدنيا ان لو وقفنا قدام اي قاضي في اي مكان فنحن لسنا متهمين ولو للحظة، بل نحن مدافعين عن هذا الوطن وترابه وشرفه. ركز معايا يا عبد الفتاح، هتتحاسب لانك عزلت وزير الدفاع وخالفت الدستور، اللي التهمة دي لوحدها تزيحك من الملك ومن السلطة. خالفت الدستور اللي بينص على انه يبقى دورتين ومحدش قال لك حاجة. هتتحاسب لانك شلت رؤساء الاركان، هتتحاسب لانك غيرت كل حاجة في البلد وخدت عدد كبير من الضباط طلعتهم وعمل لهم اقامة جبرية. هتتحاسب على اهدار الاموال الكبيرة، وعلى اهدار كرامة مصر وصورتها وجنودنا اللي في سوريا وضباطنا اللي في اليمن. هتتحاسب، صح؟ هنتحاسب كلنا، وهتتحاسب حساب عسير على الرئيس اللي خطفته، وهتحاسب حساب اكبر على بيع فلسطين للصهاينه، وعلى دعمك للصهاينه وتفكيك وتفتيت دوله فلسطين لصالح الصهاينه. كله لازم يتحاسب. لكن انت شفت السيسي كان بيتكلم كده، محمد بقى بعد كام شهر، السيسي قال الكلام ده في شهر كام يا شباب اللي فات ده؟ قالوا من عده شهور اعتقد، ممكن الشباب يشوفونا شهرين ثلاثه ممكن. محمد الباز قال لك اللي يشوف ايمن نور يقتله. دي دعوة صريحة للقتل يا حبيبي، دعوة هتتحاسب عليها، مفيش كلام. طبعا مفيش دولة هناك في مصر عشان تتحاسب، وكل كلاب السكك هتقف مع محمد، ويمكن يكون أحمد موسى معاه والباز معاه، بس المهم نتكلم بقى فين في العدو الجديد ده عشان ننسى قصة مين؟ قصة إنه ترامب قال عليه ده قاتل لعوب. وده معناه في السياسة الدولية مش إنه السيسي هيسقط ولا السيسي هيتحاكم من أمريكا، أبدا. كل دول بما فيهم ترامب يجب ان يحاكمه، لكن ده معناه ان انت رخيص قوي انت والرئيس بتاعك، وان القتل يا محمد يا حبيبي ما بيموتش، ده بيبقي الذكرى، لانه اللي بيموت شهيد دايما بيبقى حي ذكراه في الدنيا وحي عند ربنا. ولا انت ما تعرفش الحكايه دي؟ اكيد ما تعرفش.